بالنسبة لموضوع الشاطئ الضاحية الجنوبية كما الضاحية الشمالية، الضاحية الشمالية في 5 سنين التالي كانت ممنوعة من السباحة. حلق الواد وغيره؟ لا لا، ضاحية شط رواد كان ممنوع من السباحة. توا صفيت ثالث عام اليوم لشاطئ رواد يصبح قابل للسباحة. انظر الاستثمارات اللي تم وضعها اللي بالنسبه لشاطئ رواد. معناها دخلوا القنوات دخلهم اكثر من تراجل داخل. تم انجاز مصرف بحري بطول 6 كيلومتر داخل البحر في عمق 20 متر وشبكات تحويل بكلفه ما يعادل 120 مليون دينار. اللي من خلالها تم القضاء ولا لا يقع سكب المياه المعالجه على الشاطئ مباشره يطلع. بينما في العمق. هذا اليوم اللي نعمله عليه بالنسبه للضاحيه الجنوبيه، الدراسات انتهت. مشروع وقتاش يبدا هذا؟ في البحث على التمويلات اليوم، تم ادراجه ضمن المخطط للبحث على التمويلات. تمويلات تقدر بحوالي 250 مليون دينار لانجاز مصرف بحري داخل البحر بالنسبه للضاحيه الجنوبيه من خلال. فهمنا ايش معناه مصرف بحري؟ نحب نفهم لانه اللي يسمع فينا يحب يفهم. هو تحويل المياه المعالجه وللمياه اللي يقع سكبها مباشره على الشاطئ. شكبها داخل البحر. هذا تصور له. قلت لك تم الدراسة جاهزة وفي البحث على التمويلات 250 مليار حوالي 250 مليار. لا ننسى ذلك كذلك في الوضعية اليوم اللي نعيشها الجمهورية التونسية في الشح المائي، نضرب لما لا يقع استعمال المياه المعالجة بالنسبة للضاحية الشمالية الجنوبية وتحويلها إذا داخل الأراضي الفلاحية. هاو فما التفاعل يجيني يقول لك بحر السلام وفما زيجو يصب مباشرة في الماء، هذا شفته بعيني، هذا التفاعل يجيني. مش مشكلة نجم يتصل بينا ويعطينا مرحبا. ما احنا نسوم لا كفما شكب سكب عشوائي نتفاعلوا معاه. في بحر السلام نسجلها ونتبعها ما فما حتى إشكال في الشهر. بالنسبة اليوم النظرة تغيرت، هو إعادة تحويل المياه المعالجة إلى داخل الجمهورية ليمكن من خلالها يعاد استعمال المياه هذه لأغراض أخرى فلاحية. لما لا يقع إعادة شبكات تحويل على غرار اليوم كيف نقول تونس الكبرى، كمية المياه المجمعة والمعالجة في تونس الكبرى بكي نحكي في رقم 290 مليون متر مكعب 45% منها هي في تونس الكبرى وين نشهد كثافة سكانية عالية. هالمياه هذه نسبة كبيرة كيف نقول 45% من 290 ما يعادل 140 مليون متر مكعب سنوية. كمية كبيرة. لما وعليش يقع سكبها معالجة نقول معالجة ثلاثية يعني معالجة متقدمة جدا نظافت معنى نظيفة ويقع سكبها في البحر. علاش من نوجهاش للقطاع الفلاحي؟ لما يقع استعمال مجال فلاحي تحويل المياه دي إلى داخل الجمهورية زغوان جيت زغوان أو جيت حتى ولاد بن عروس في الأراضي قروان نجم توصل معناها بالقنوات توصل قلت تخرج من تونس باش تعدى بن عروس زغوان توصل حتى القروان. لما لا؟ هذا اليوم الدراسة موجودة في طور الإعداد المراجع لإنجاز الدراسة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة. كذلك البحث على التمويلات. اليوم عديد الممولين الأجانب أعربوا عن استعدادهم لتمويل مثل هذه المشاريع ومن خلال يقع عادة استعمال المياه المعالجة. سعد مجيد، تمويل في 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 إطار القروض ولا في قراض الهبات نتاع صناديق البيئة وغيرها؟ في الأنواع الكل، قروض وهبات.